مشاهدي قناة يونس خليفة الأفاضل، سعيد بلقائكم مجددا فيديو جديد معكم في القناة ديالكم، فيديو جديد وعقار جديد. العقار ديال اليوم خوتي وحبابي من قلب مدينة الرباط، وبالضبط خوتي في حي من أرقى الأحياء مدينة الرباط وكذلك في المغرب ككل. الحي ما شاء الله المعروف، حي هادئ، حي جميل. شقة غادي نشاركوها معكم خوتي وحبابي اليوم من حي الرياض، وبالضبط كنتواجدوا خوتي وحبابي في إقامة البرج، إقامة الجميلة والهادئة والموقع ديالها اللي قريب لجميع المرافق اللي يمكن الإنسان يحتاجها في الحياة اليومية ديالو. ما شاء الله هذه هي المدخل الرئيسي، كيفاش داير ما شاء الله حبابي وخوتي. غادي نمشيو نبداو معكم من المدخل الرئيسي ونشاركوا معكم الشقة الجميلة والمتميزة، نعطيكم عليها معلومات من حيث المساحة والموقع ديالها والمكان فين كتواجد بطبيعة الحال والثمن. هذا هو المدخل الرئيسي أعزائي المشاهدين، هذا هو الباب. شقة صراحة ما شاء الله جميلة ورائعة، تستحقوا أنكم تسكنوا فيها. اللي يمكن فيما كنقول أخوتي وحبابي اللي مش رأيت نزه، شوفوا المنظر، شوفوا الجمالية ديال هذه الشقة هذه، ما شاء الله غاية في الروعة والجمال، لا من حيث المساحة، لا من حيث الموقع، لا من حيث الفينيسيو. الفراش كيف ما كتشوف ما شاء الله سامبل، يعني ما يمكنش أنك تمل منه. أرضية ما شاء الله، كلها الأرضية ديال هذا الأبارتمون أخوتي وحبابي كلها برخام، رخام من النوعية الجيدة. الصالون ما شاء الله كيفاش داير. شقة كتواجد في الطابق الرابع، بطبيعة الحال كاين لاسونسور. المساحة ديالها 178 متر، المساحة الكبيرة ما شاء الله تبارك الله. الصالون غاية في الروعة والجمال، صالون في قلب صالون. عندنا جوج ديال لي صالون كيف ما غتشوفوا معايا، عندنا السيجور المساحة ديالو كبيرة، عندنا ثلاثة ديال الغرف، عندنا المطبخ، عندنا ثلاثة ديال الحمامات. جات الغرفة الرئيسية ديال النوم راه جات بالحمام ديالها وبالدريسينغ وبلي بلاكار. صراحة ما عرفتش واش نمشي على اليسار ولا اليمين، ما شاء الله مما مشينا كاين الجمالية وكاين الروعة وكاين رونق صراحة. الطابق ما شاء الله سامبل خفيف، يعني مريح للعين، ما يمكنلكش تمل منه كاع بصفة نهائية. شوفوا معايا لي سبوت، شوفوا معايا القبص، سامبل خفيف. عندنا لاكليم في هذا الصالون هذا، شراج ما شاء الله المساحة ديالهم. إقامة البرج راها معروفة، إقامة اللي قريبة بزاف المرافق. هذا هو الموقع ديالها، مسجد قريب لينا، قريب لجميع المرافق. لأننا نحبكم كنحاولوا دائما جاهدين أننا نجيب لكم أجمل مكان في الشقق ولا في البقع الأرضية ولا في المحلات التجارية. عندنا شقق، عندنا فيلات، عندنا بقع أرضية، تواصلوا معنا، نحن رهنا الإشارة ديالكم. هذا بيت آخر، بيت بلاس جاب هذا البالكون. هذا صراحة شقة متميزة ما شاء الله، رائعة جدا. هذه هي قناتكم، قناة الوسيط العقاري اللي كنحاولوا من خلالها أننا نتواصلوا معكم، ودائما كنكونوا سعداء والله العظيم كنكونوا فرحانين أننا نتواصلوا معكم ونجيبوا لكم منتوج اللي كيرضيكم. التواصل ديالكم، تعاليق الحمد لله مفرحة، اتصالاتكم ما شاء الله مكثفة. إلا انقاطعنا راه كنقاطعوا بسببكم أنتم أخوتي وحبابي، لأننا كنتواصلوا بكم وكنتواصلوا معكم وكنمشيو معكم ما شاء الله باش نوريكم العقارات اللي متواجدة عندنا. كيف ما غتشوفوا معايا الفصالة رائعة، هذا الحمام الرئيسي ديال هاد الشقة هذه. الخام ما شاء الله، رائحة العود. هذا مرحاض رئيسي ديال هاد الشقة، عندنا ثلاثة ديال المراحيض وثلاثة ديال الحمامات. ما سخيتش نحيد من هاد الصالون، هذا زوين، فيه واحد المنظرة، واحد الإطلالة رائعة جدا. عندنا كيف ما قلت لكم مساحة ديال 178 متر. عندنا كذلك عندنا الكراج ديال السيارة راه في شهادة الملكية بطبيعة الحال. وكيف ما شفتوا معايا الفصالة ديال الصالون، جات الصالون جا مطرف على البيوت ديال الناس. هنا كاين هاد لي بلاكار هنايا جاو بالالومنيوم. نبداو بغرفة النوم الأولى ديال الوليدات،
كلهم عندهم اطلاله زوينه، اطلاله قبليه. هذه هي غرفه النوم للاطفال. اش البلاكار ديالها بطبيعه الحال. الغرفة الثانية جات بالباركون، مساحة كيف ما قلت لكم خوتي وحبابي المساحة اللي كبيرة ما شاء الله، والثمن 178 متر. الثمن ديال هذا العقار هذا راه 330 مليون قابلة للتفاوض. 330 مليون قابلة للتفاوض. هنا راه كاين بالكو كيف ما شفتوا معنا، والارضيه كلها خوتي وحبابي في هذه الشقه هذه راه كلها برخام. نتمنى انكم دائما تكونوا كتشاهدونا وانتم بخير وعلى خير. كنشكركم جزيل الشكر على التفاعل ديالكم، انكم وصلتوا القناه 13000 مشترك، 13000 صديق واخ واخت. نتمنى من الله سبحانه وتعالى اننا نكونوا دائما عند حسن الظن ديالكم. نكملوا ما شاء الله الغرف. هذا راه حمام رئيسي، جاب جوج ديال لي فاسك والمرايا بطبيعه الحال. هذا حمام خاص بالغرف ديال النوم. جاب الشاش وجاب التواليت وجاب دوك لي فاسك والمرايات. هذه غرفه النوم الوالدين، الغرفه الرئيسيه ديال النوم، جات بالحمام ديالها وجات بالبلاكار وجات بالدريسين وجات بالبالكون. هي هذه الغرفة ديال النوم. المطبخ بطبيعة الحال راه جاب البيوندري ديالو. عندنا كيف ما قلت لكم الأرضية كلها برخام. الموقع ديال هاد الشقة هذه راه كتواجد في حي الرياض، الحي اللي معروف، الحي اللي قريب لجميع المرافق اللي يمكن الإنسان يحتاجها في الحياة اليومية ديالو. هذه هذا هو الحمام ديال الغرفة ديال النوم. جاب تا هو جوج ديال لباس والمرايات والرشاش والطواليت والوضاية كيفما كتشوفو معايا. نتمنى أن هذا العقار هذا ينال إعجابكم، نتمنى أن هذا العقار ينال إعجابكم لأنه صراحة يستحق الإعجاب. ما شاء الله شقة غاية في الروعة والجمال. قالنا المطبخ اللي غادي نشاهدوه معكم وغادي نشاركوه معكم إن شاء الله. حي كالم، إقامة هادئة جدا، فين ما كنجيو الحمد لله كاين الهدوء والكالم بحال لا حتى واحد مساكن. هذه هي الكوزينة، هذا هو المطبخ كيف ما كتشوفوا معايا. العود راه من النوعية الرفيعة، العود الليطر هذا مليح مليح، الليطر رائع جدا. عندنا كيف ما كتشوفوا الرخام في البوطاجي، هذا هو البيوندري. إطلالة قبلية، الشميشة ما شاء الله صباح مساء، تهوية متوفرة. الموقع راه كيهضر على راسو، موقع اللي قريب لجميع المرافق اللي يمكن الإنسان يحتاجها في الحياة اليومية ديالو. للتذكير خوتي وحبابي، عندنا شقة كتواجد في حي الرياض، إقامة البرج، طابق الرابع، المساحة ديالها 178 متر. كاين لاسانسور بطبيعة الحال، وعندنا الكراج ديال السيارة في 11 متر، كاين في شهادة الملكية. الثمن ديال هذا العقار هذا 330 مليون قابلة للتفاوض. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هذا الفيديو هذا ينال إعجابكم والرضا ديالكم. حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.